اليوم اللي حنعمل بامكن كرامبل باي أو حلو اليقطين أو باي اليقطين. عنا هون كيس كيك جاهز، خليت جزء منه لبعدين، حطيت عليه بيضة. الكيك اللي جبته يلو كيك، حطيت عليه بيضة وتقريبا باكيتين زبدة 200 جرام. الخليط المكس عندي هون حيكون ماسك، ماله مريء مثل الكيك، مشان يفرد معاكم بالصينية. فيكن تستعملوا، أنا استعملت صينيتين، حبيت استعمل واحدة وفرز واحدة تانية لبعدين، بس فيكن تعملوها أنتوا بصينية مطاولة إذا بتحبوا. هون جبت بامكن بيري أو يقطين بالعلب، فيكن أنتوا تعملوا اليقطين بالبيت إذا بتحبوا، وعلبة كوندنس ميلك أو نسلة حليب مكثف، ومعلقتين سكر بني. والبهارات حطيت قرفة والأول سبايس أو البهارات تبعنا، السبع بهارات وجوزة الطيب. خلطتهم منيح وحطيتهم فوق البايز. الكيك الرماني اللي خليته على جنب حطيت عليه مكسرات جوز وأي نوع مكسرات بتحبوه، أنا حطيت جوز وبيكان، وحطيت تقريبا معلقة زبدة ورشيتهم على الوش. حطيتهم بالفرن على درجة حرارة 375 ل 30 دقيقة، لحتى لما شفت التوث بيك طلعت نظيفة. وصحة وهنا، باي.